اختتمت في البحر الميت أعمال الدورة القضائية الثانية للمحكمة الكنسية الأرثوذكسية بمشاركة عدد من القضاة والمحامين من الأردن وفلسطين، وحضور راعي الدورة سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس. تضمن الجدول الختامي للدورة حواراً مفتوحاً حول قانون العائلة الأرثوذكسي، حيث أدلى المشاركون بمقترحاتهم حول مواد القانون وتناقشوا مع سيادة المطران وأعضاء لجنة تعديل القانون جملة من الأمور التي تخص العائلة المسيحية. وفي نهاية الاجتماع طلب من المحامين تزويد المطرانية بمقترحاتهم ليتسنى للجنة دراسة هذه المقترحات. وفي نهاية الدورة أطلقت المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمحكمة الكنسية لتقديم بعض المعاملات إلكترونياً تسهيلاً وخدمة للمراجعين. وفي الختام وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة مع هدية تذكارية وهي عبارة عن شجرة الحياة من الفسيفساء. وأخيراً اليوم بنطلق المنصة الإلكترونية للمحكمة الكنسية، وهذا إنجاز لطالما حلمنا فيه، إنه نقدر إنه نسهل معاملات أبنائنا من كل المناطق من المحافظات بالأخص، حتى ما يقدروا إنهم ييجوا على العاصمة عمان، فبالتالي بيقدروا إنهم من أماكنهم من مكان سكناهم إنه يدخلوا إلكترونياً يقدموا قضايا عديدة للمحكمة الكنسية، منها مثلاً حصر الإرث، بيقدموا كل أوراقهم على هاي المنصة، تقبل من المحكمة الكنسية معاملتها كلها بتصير، وفقط مرة واحدة بيجوا حتى يستلموا القرار حصر الإرث ويسلموا أوراقهم كلها الأصلية. فبالتالي هذا إنجاز الحمد لله بنعمة ربنا تم واليوم أطلقنا، بالإضافة لأتمتت كل القضايا في المحكمة الكنسية إنها رح تصير إلكترونياً، وكمان انتهينا من نظام أرشفة كل الملفات الموجودة بالمحكمة الكنسية من سنوات عديدة، تم كلها أرشفتها، وهيك دخل سيستم منظم إلكتروني حديث حتى يقدر إنه يأرشف باستمرار كل ملفات المحكمة الكنسية اللي فيها قضايا أبنائنا من سنوات عديدة، اللي فيها خصوصية عائلتنا المسيحية الموجودة فيها. هذا كان حرص عنا شديد إنه ينجح هذا المشروع.